من يبدو ان هو كان ناوي بيتعذب في الامسلر جراد وتعذب في الارك باراميتر، فقال لك طب ما انا بدل ما اقعد الف كل 10 درجات، طب ما هي الحياه بتاعتنا 3 دايمنشنال، وراح عامل لنا نص الكوره دي اللي بيسموها الباول بيريمتري. مازال في مستشفيات محترمه جدا في العالم اب تيل ناو بتشتغل بهذا الجهاز، وموجود عندنا واحد في عين شمس تخصصي، وموجود واحد عندنا في المرداش بس متكهنين. الجهاز ده بقى بينقل الحركه من هنا لهنا، في لمبه هنا بتنور في الباول دي، ودي البوينت اوف فيكسيشن، وده مكان دقن العيان، وفي جرس العيان بياخده في ايده من هنا. جولدمان كاينيتك بيريميتر، خلي بالك ان هو ايه؟ كاينيتك، يبقى التارجت ايه؟ متحرك. طبعا جولدمان هيصوله جامد قوي في الخمسينات والستينات والسبعينات انه عمل بتاع دي، قال لك الحياه 3 دايمنشنال والكلام ده كلام فاضي بلا ارك بلا نيله، نعمل بقى الباول. طبعا مش عايز اقول لك الراجل ده كسب كميه مكاسب من الاجهزه الثلاثه اللي عملها في الجلوكوما. جولدمان عمل جولدمان ابلانيشن تونومتري، عمل الجولدمان 3 ميرور كونتاكت لينس اللي ما زالت الغدد بنستخدمها، وعمل الباول بيريميتر بتاعه اللي لغايه دلوقتي في مستشفيات بتستخدمه. عيبه ايه بقى؟ انك لازم تفضل قاعد مركز ان العين عامل فيكسيشن. انت بتقول له بص على النور اللي قدامك، انت ورا النقطه اللي هو انت بتقول له بص عليها دي عشان ما حركش ايه؟ بتجيب له بقى اللايت يمشي على الحكايه دي. طبعا احنا بقى كان الله يمسيه بالخير ويديله العافيه والصحه الدكتور محمد بيه ابراهيم هو اللي كان بقى علمنا الفيلد والقصه دي. اول حاجه تعملها انك تلمع الجهاز. كان معانا فوطه صفرا كده، كل نايب معاه فوطه صفرا في جيبه. خدت بالك ان كان العيال بتوع الجراحه يقول لك انتوا بتلمعوا ازاز العربيه بتاعت الاستاذ بتاعك وبتاع، كلهم لهم ايوه ماشي. تريقوا علينا ايه الفوطه الصفرا دي؟ فوطه صفرا ناعمه جدا عشان نمسح الجهاز من التراب. طبعا انت عارف مصر التراب فيها زي الفل، يعني لازم تمسح التراب من الجهاز ده كل يوم، يعني كل يوم تعدي تصبع على الجهاز وتلمعه. وبعدين تروح منوره الباك جراوند الليومينيشن، اللمبه مجموعه اللمبه اللي فوق دي تظبط الباك جراوند الليومينيشن تمام، وتظبط الليومينيشن بتاعت السقف برضو لازم في اتفاق احنا هننور لمبه واحده ولا لمبتين ولا ثلاثه، كان في اتفاقات على كده. وبعدين نبتدي نحدد التارجت اللي هنشتغل بيه، وبنشتغل حوالي ثلاثة تارجتس اللي هم بيسموهم ايزوبترز بقى، اللي بترسم ثلاثة ايزوبترز على الاقل تمام. طبعا عيبه ان هو كان بيقيس لنا بقى الباول ده ميجر 33 سنتي في الريديوس اكستند 95 ديجري في الفيجوال فيلد بتاعنا، يعني ممكن يقيس البريفرال فيلد اند سنترال فيلد، خلي بالك تمام. طبعا هنا بقى ايه ستيمولس سايز اند انتنستي كان بي فاريد، اقدر اغيره تمام. تيستنج ديستانس وباك جراوند الليومينيشن ار ايه؟ فاكر لما اقول لك نقعد نظبطهم؟ دي معنى كلمه ستاندردايز، الباك جراوند الليومينيشن والتيستنج ديستانس بتاعتها. بوث كاينيتك اند ستاتيك بيرميتر كان بي كارد اوت باي جولدمان، بس عاده كنا بنشغله بالطريقه الايه؟ الكاينيتك. الستاتيك فيه كانت صعبه جدا. تمام؟ طيب الباول بيريميتر ده هيمسفيريكال بيريميتر اللي هو جولدمان بيتر ذان ارك بيريميتر بيكوز، ليه بقى احسن منه؟ similar to space scene اللي هو 3 dimensional كانوا بيقولوا عليها زمان. test objects are controlled as regard the size and homogeneous brightness. can it change the condition of examination photopic وسكوتوبيك، يعني انا ممكن اخلي عيني اشتغل في الفوتوبيك اريا وفي السكوتوبيك اريا حسب الباك جراوند illumination. دخل بعد كده اخونا مين بقى؟ الكمبيوتر اللي هو الكمبيوترايز توبوجرافي اللي هو دلوقتي بقى static ايه بريميتر اللي هو الاوتوميتد فيلد analyzers تمام. زي ما بقول لك حاولوا يعملوه زي جولدمان بس بالكمبيوتر، بس عيبه انه ايه؟ عشان يحرك التارجت لازم يشغل مواتير. طلع صوت فالعينين تاني تركز ايه؟ مع الصوت ده، طلع واتشال في نفس السنه. جبنا جهاز مره منه قلت له ما انت قاعد تشغله اللي بزز ايه زز ايه فالايه دي، تلاقي العين راح دايس لك على الجرس نور او ما نورش، هو ملوش دعوه بيسمع ايه؟ بودانه. فالجهاز جابوه والشركه راحت شايلاه تاني مره، قالت لك لا ده احنا اسفين جدا ما ينفعش. ابتدوا يشغلوا بقى مين؟ الايه؟ التارجتس الثابته. هيبص بيقول لك ايه؟ The move towards computerized automated perimetry is not without a reason. It is very simple to use and more reliable to reproduce. يعني يقدر يعمل لك الاختبار ده كذا مره بنفس النتائج الصحيحه بتاعته. بص ده اللي هو الجديد بقى، الحاجات الجديده. Automated Field Analyzer بص ده تمام؟ بثلاثه زونز سكريننج وثريشولد وفاست ثريشولد. binocular single vision الفليكرنج عشان اللي هي الفليكر فيوجن فريكوانسز بلو ان يلو اللي كنت لسه بتسال عليها دي حاجات عشان ايربي ديتكشن في الجلوكوما سبيشال سنسيتيفيتي خدت بالك والباينوكولار درايفرز تيست
تمام. انتوا عارفين دلوقتي الفيجوال اكيوتي وانت ثابت ما بيعترفوش بيها كلايسنس للدرايفنج، لازم وانت بتقيسلك الفيجوال اكيوتي لازم تبقى بتتحرك، يا انت بتتحرك يا التارجت بيتحرك، تمام. فابتدوا يعملوا حاجات جديده في الفيجوال اكيوتي، يعني كمبيوتر سيستم دخل مع الجهاز بيسجل الداتا. طبعا اقدر اسجل الداتا بتاعت العيان واما اشوفه تاني اقدر اقارن بسهوله، مش احنا في الجلوكوما بنعمل مقارنات بين المره اللي فاتت والمره دي؟ هو بيعملها لي، هو يعملها لك بيقول لك العيان ده متحسن ولا العيان ده بيسوء، وعلى عينك هتاجر ويكتبها لك كمان. خدت بالك؟ اهو بص، ستاتيك باور بريمتري دلوقتي از نورم ستاتيك، خدت بالك؟ اس كاينيتيك بريمتري ديماندز كنترول اوف دي ايه؟ سبيد اند دايركشن اوف موفمنت ميكينج هاردوير ديزاين مور ديفيكالت، وبيعمل ساوند. عشان كده القاعده العامه بقت ايه؟ ستاتيك باور بريمتري از نورم. تمام؟ الادفانتج بتاعته test administration is more standardized and hence more reproducible. Less subjective input from the examiner, hence less variability. Automated fixation monitoring improve reliability. زي ما قلت لك هو بيعرف البلايند سبوت فين، وكل اربع مرات ستيميوليشن الخمسه تبقى في البلايند سبوت. شافها العيان يبقى ايه؟ ما بيعمل بيعمل فيكسيشن لوس، ويكتب لك هو عمل كم مره فيكسيشن لوس. البيشنت ديبندابيلتي مي بي كوانتيتيتيف اند ستاتستيكالي اسيست، اهو بيعمل له امتحانات كل مره. الابيليتي اوف داتا ستورج، بيخزن المعلومه. الاو سيكوينشال، يعني بيقدر يعمل لك متابعات للعيان، فيلد اناليسيس سيكوينشال فيلد اناليسيس. ليس اكسبيرينس اند تريننج ريكوايرد فور ذا اكزامينرز. الديس ادفانتج از ماتش مور اكسبنسيف، much more expensive, require mechanical servicing, fulfill this threshold takes a long time to do, causing patient fatigue with possible unreliable results. ايه ده بقى المسخره دي؟ قلت لك لازم لما تبعت عيان دلوقتي يعمل فيلد لازم تقول انا طالب فيلد ليه؟ عايز فيلد ليه؟ جلوكوما؟ هم عارفين الجلوكوما the central field changes are early and diagnostic. Central field changes are paranasal scotoma, arcoscotoma, sidereal scotoma, double arcoscotoma, رونين نزل ايه؟ ستيب. يروح مدور لك ما بين 10 او 20 درجه فوق وتحت، والحته اللي عند الهوريزونتال لاين يدور لك على رونين نزل ستيب، يطلع لك العيان ده جلوكوما ولا لا. شوف بقى بيركز ازاي؟ بيختصر المواقف. طيب النيورو، ها النيورو بتاع ايه؟ النيورو ده الهيمانوبيا، يروح جاي على الفيرتيكال لاين، نقطة هنا ونقطة هنا، نقطة هنا ونقطة هنا، نقطة هنا ونقطة هنا، دي ما بتشوفش ودي بتشوف، دي ما بتشوفش ودي بتشوف، يقول لك ده عيان هيمي انوبيك. انما تقول له بقى دور لي في العالم كله ياخد لك ساعات، لان كل نقطة بيختبرها كذا مرة، خدت بالك؟ كل نقطة بيعيد عليها كذا مرة، فهو بيدور على الاستراتيجي. دي معنى كلمة استراتيجي. انت عايز تيست ليه؟ جلوكوما، خد ماكيولر ليجن. اقول لك حاجة، الناس اللي بتاخد كينين بويز كينين دراجز اللي هم بتوع الروماتويد، بتعمل لهم حاجه اسمها ريد تارجت ماكيولر ثريشولد. يبقى انت عايز الماكيولر يقيس لك بس حوالين البوينت اوف ايه؟ فيكسيشن، والعين يروح. انما انت تقعد تقيس الدنيا كلها ليه؟ مش انت عايز الماكيولر؟ اقيس لك الماكيولر يا سيدي، مش كينين، ماكيولر خلاص، ريد تارجت بتاع الماكيولر، فاهم؟ فيلد يبقى ما بين 10 او 20 درجه وعند الهوريزونتال لاين عشان الرونين ينزل ستيب، يقول لك في ستيب، او يقيس فوق وتحت ويعمل لك هنا فيلد تيست. خدت بالك؟ دي معنى كلمه ايه يا جماعه؟ استراتيجي. هو دي استراتيجي، فلازم تقول له، ولازم تقول له كمان سن العيان عشان يعرف السنسيتيفيتي بتاعت الريتنا بتاعته هي قد ايه سنسيتيف، عشان يعرف هيبتدي من انهي اضاءه، ما يدوش اضاءه عاليه قوي، ما يدوش اضاءه واطيه قوي. خدت بالك؟ وبعدين هو كل شويه بيعمل له اختبارات اللي هي الريلايبيلتي انديسز اللي هتشوفها دلوقتي. بص، it requires high degree of cooperation from the patient. Slow response time by the patient can cause unreliable results. هو مش فاضي لك، ده automated. Not suitable for advanced field loss. Static perimetry, more precise measurement of the retinal sensibility, particularly in the central field. The test is formed of fixed different points in the field of vision. Fixed. عشان كده هو static. Only there is luminance variation. اللمبه بتزود وتطفي ايه؟ الاضاءه بتاعتها. The light threshold is determined. في الاول بيعمل تعارف مع العيان، يشوف ليه؟ اصل احنا كل شويه نجيب له عينين كاتراكتس في النص، فيقول لك العيان ده ما بيشوفش، يا الريتنا بتاعته السنسيتيف بتاعتها وحشه، يا الميديا اوبيك.
يا الميديا ايه؟ اوبيك يحذرك يقول لك السنسيتيفيتي بتاعته وحشه. ده عيان سكر من الاول انت جايبه لنا. يا اما الشبكيه وحشه يا اما عنده ايه؟ ميديا اوبيك. فهو الاول يعمل تعارف معاه. يعمل له يشوف يشوف ايه؟ اللاينس ريشولد بتاعه. اهو بص ذا تيست اوبجكت از فيكسد هوز لومينس از انكريزد جرادولي، يعني اللومات ثابته بس بيزود الاضاءه بتاعتها ايه؟ جرادول انتل ات از سين، زي الفريدمان بيريمترز بقى الجديده دي. بيقول لك ايه؟ افري بوينت بص ده within the visual field has a visual threshold. يبقى هو بيقيس الثريشولد بتاع النقطه دي. يبقى المفروض يا جماعه لو اداني اضاءه سوبرا ثريشولد اشوفها ولا لا؟ ما انت بيقول لك ايه؟ كل واحد ليه حساسيه. لو اديته اعلى من الحساسيه يبقى لازم يشوفها. طب لو اديته انفرا ثريشولد ما يشوفهاش. صح؟ هو ده المفروض. Defined as weakest test stimulus that just visible in that location under specific plot A test condition. Also visible at each location are all test stimuli that are stronger than the threshold. اللي هي supra threshold. It is stronger than the threshold stimulus and called the supra threshold اللي بقول لك عليه. An object is not seen. امتى؟ في نفس النقطة. مين الاوبجكت اللي ما يتشافش؟ لو كان انفرا ثريشولد. يبقى هو بيبتدي الاول يتعرف على كل نقطه في الاختبار. يشوف الثريشولد بتاعها ايه؟ ومره يديها سوبرا ثريشولد ومره يديها انفرا ثريشولد عشان يتاكد ان كلامه صح. خدت بالك؟ اهو ذا كونسبت اوف ثريشولد بيقول لك ايه؟ ثريشولد is defined as minimal intensity of light at which a stimulus is perceived by the eye in a specific location في الفيلد اوف فيجن. Supra threshold is any stimulus brighter than the threshold. Infra threshold اي stimulus اقل من threshold. يبقى موضوع الثريشولد ده هو الحلقه المفقوده في هذا الجهاز. تمام؟ طيب اللايت انتنستي بيقيسوه ازاي بقى؟ بحاجه اسمها الابوستيبل دي تمام؟ او بالديسيمال. بص الابوستيبل دي اللي هي ايه؟ These are absolute measurement of light intensity reflected from the surface. It is commonly used in manual perimeter. دي اللي احنا كنا شغالين بيها في الجهاز اللي هو الجولدمان بيريميتر، كنا بنظبط الاضاءه بالابوستيبل ده. تمام؟ Variations is presented in light intensities are not perceived by the eye in a linear manner but on a relative scale. هنشوف القصه دي. In computerized perimetry بقى بيقول لك ايه؟ The decibel scale هو اللي بيستخدم. is used to express retinal sensitivity. خلي بالك بقى يبقى وحده الاضاءه كنا بنقيسها بايه؟ اللي هي الابسولوت ميجر اوف لايت انتنستي ريفلكتد فروم ذا سيرفيس. دي قياس لايت. الابوستيبل ده بيقيس لايت انتنستي. انما الديسيبل سكيل ده بيقيس ايه؟ ريتينال ايه؟ سنسيتيفيتي. ديسيبل سكيل از لوجاريثميك سكيل. يعني مش سكيل مباشر، ده في تحويله في النص. لوجاريثميك يعني في تحويله في النص. Based on the maximum stimulus a perimeter may produce. يعني أعلى stimulus البريميتر ده بيطلعه. Decibels are reciprocal of log intensity in apostable. يعني إيه؟ يعني بيقول لك إن الديسيبل ده واحد على لوجاريزم الانتنستي بالابوستيبل بالإضاءة بشدة الإضاءة اللي موجودة. طيب ده معناه إيه؟ The higher the decibel value تمام؟ The dimmer the stimulus. تاني بيقول لك ايه؟ بص the higher decibel، decibel ده اللي هو ايه؟ حساسية. The higher decibel value تمام؟ يعني لما تقول انت النقطة دي حساسة. يعني تشوف إضاءة عالية ولا إضاءة قليلة؟ قليلة. يبقى النقطة كل ما تكون حساسة تاخد decibel عالي. بس بالابوستيبل بتاعها يبقى ايه؟ يبقى واطي. فهمنا معنى الكلمة دي بقى؟ هي دي الحلقة النقلة المفقودة بين الجهازين اللي لو عرفتها خلاص الأمور تبقى سهلة. أهو the higher decibel اللي هي حساسية الشبكية. The dimmer the stimulus اللي هو the lower apostable إيه؟ value. تمام؟ بص بيقول لك إيه بقى؟ الهاردوير consideration. الباور radius بتاعت الهامفري فيلد أنالايزر one of the most commonly used computerized perimeter is 33 سم زيها زي الجولدمان ما اختلفناش.
corrective lens is required to compensate for accommodation required. الناس كبار في السن لازم احط لهم البريس مايوبيك ايه؟ كوركشن. ولازم تجيب عدسات نوع معين اللي هي الفيلد بتاعها كبير مش البلاستيك، لازم ميتال، الحرف بتاعها يبقى ميتال وكبير عشان ما تدايروش ايه؟ الفيلد. لازم تختار نوع معين من الازاز العدسات دي. باك جراوند illumination varies with different machines. The dimmer background allows the machine to present relatively brighter stimulus to the eye with respect to the background light which is useful for patients with markedly reduced sensitivity. يعني خلي بالك انك لما تخلي الدنيا ديمر شويه، يعني احنا ليه بنوطي النور هنا؟ عشان اخلي الشاشه تبقى واضحه قوي. بقلل لك النور شويه، بسيب لك نور تشوف بس بقلله عشان اوضح ايه؟ الشاشه بتاعتي يعني. تمام؟ The disadvantage include the risk of shifting retina sensitivity to scotopic vision. انت عارف احنا عندنا نقلتين فوتوبيك وسكوتوبيك، يا كون زيروز. فاوعى تقلب من الفوتوبيك للسكوتوبيك من غير ما تاخد بالك. قلل الاضاءه بس خليك تملي في اتجاه الفوتوبيك فيجن.